السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة عبد الله البركاني. اليوم جينا ندير لكم جولة في عين صفا، إن شاء الله تكون جولة رائعة، وبقوا معنا حتى الأخير فيديو. غادي نشارك معكم الأجواء كاملة هنايا. خوت الخواتات، احنا متواجدين حاليا مدينة عين صفا، احنا حواسين بكم وان شاء الله اي منظر يعجبني في هذه المدينة الرائعة غادي نشاركو معكم. نشارك معكم الاجواء في مدينة عين صفا. مع هذا النهار عندهم السوق الأسبوعي. عين صفا هي منطقة جبلية تقع شمال غرب مدينة وجدة، موجودة فيها سبع أضريحة ديال بن وكيل اللي معروفين بسبعة رجال أو سبع قباب. بالنسبة لهاد الأضريحة ديال سبع قباب كيقولوا أصلهم من بن وكيل، كاين قبة سيدي إبراهيم وقبة الحاج بومدين وقبة سيدي قدور الشطبي وقبة سيدي عبد السلام، وكاين جوج قبات للأخوين التوأم سيدي محمد بن عبد الله وعلي، وكذلك موجودة قبة سيدي عبد الله. وكيقولوا بلي بن وكيل هربوا من القبيلة ديالهم
بسبب الحروب، وجو استقروا في عين صفا. هذه المدرسة الجامعية إدريس الأول، فرعية صفرا. مدرسة موجودة في عين صفا. تبارك الله ما شاء الله، الكرموس، اللوز، كل شيء موجود هنا، الكركاع، الزيتون، الخروب، النبق، حمص، العدس، خيرات. مولي مكاب، طبقة ديال الحلفة، المدالي، كلشي موجود. Thank you.
حاليا رحنا متواجدين في مغارة الكاف بعين الصفا. المهم غادي نزيد تما ندخل وغادي نشارك معكم الاجواء، غادي نصور تما لداخل تشوفوا ان شاء الله. خوت الخواتات، المهم هذا هو الكهف ديال عين الصفا، هذا هو الكهف ديال عين الصفا. المره الفايته العام الفايت كنت جيت وجيت في العشيه كان مظلم، درك السيد اللي مقابل هذا الكهف شعلنا الضو ايوا وجينا باش نصوروا تشوفوا. المهم هذا هو الكهف، الكهف ديال عين الصفا. شوفوا تبارك الله ما شاء الله الديكورات، سبحان الله العظيم. المهم هذا هو الكاف ديال عين الصفا، ايوا حنا نشاركوا معكم الاجواء الصباحيه في هذا الكاف. صورنا لكم برا، شفتوا المناظر، وبغينا نشاركوا معكم كذلك هنايا في هذا الموضع هذا ديال هذا الكاف. تبارك الله ما شاء الله، يعني جا كبير بزاف، وتعرفوا يعني الغيره اللي يكون فيهم هذا التحف الفنيه. دركا نشعلوا الضوء، يعني يبان شويه تبارك الله ما شاء الله، يعني يبان ناصح، ولكن مما تكونش الضوء ظلام بزاف. داك العام جينا في العشيه كانت ظلمه، واليوم تبارك الله ما شاء الله مزيان شويه، ولكن تحت راه كاين الماء، يعني واخا غادي ندير التليفون ماغاديش يبان لكم الماء تما، غادي نهود تما ندير مشهد تشوفوا ان شاء الله.